شفت ماتش امبارح؟ لا اكيد بتهزر. ما عنديش يا عم القناه. طب هتعمل ايه؟ ده النهارده نهائي ريال وبايرن وهتبقى ليله. شوف بقى اللي جوال على يوتيوب ولا حاجه. بتيجي عندي النهارده؟ عندك في البيت؟ اه اشوف كده. ايه امك لسه مسافره ولا ايه؟ لا لا رجع. كويس جدتك ما كانتش هتوافق. وش وش يعني اقول لها؟ هلو بيج جاي. ازيك يا طنط؟ طنط برضه طنط. مش قلنا لولا؟ ماشي يا لولا. ازيك يا تيتا؟ كويس. عملت ايه في المدرسة؟ عادي. والماس؟ عادي. ماله؟ الواجب اللي انت نسيته. عادي يا تيتا. ايه يا ابني الاجابات الغريبة دي؟ هقول ايه يعني يا تيتا؟ قلت لميس دينا ان انا مش موافقه على الرحله؟ اه. وقالت لك ايه؟ ما قالتش يا تيتا. ما انت كنت كاتبه في الورقه انك مش موافقه. مش هتسالني مش موافقه ليه يعني؟ انت؟ اسمها انت برضو؟ ده اللي مامتك علمتهولك؟ انا اسف يا تيتا. وبعدين اصلا موضوع الرحله ده مش فارق معايا. امال مالك عامل كده ليه؟ مالي؟ ما انا كويس اهو. والله انت كده كويس؟ طيب ماشي. اتفضل طلع الطبق ده بره يلا. تيتا ممكن اطلب طلب بس ما تقوليش عليه لا؟ ده كمان هتطبق. ممكن اروح النهارده عند واحد صاحبي هتفرج على ماتش؟ ازاي يعني؟ ازاي ايه؟ اروح له بتاكسي. تركب تاكسي عشان تروح لصاحبك؟ على ايه ده كله عشان تتفرج على ماتش؟ مين صاحبك ده؟ انس. انس اللي انت اترفدت بسببه؟ هو ده اللي انت عامل عليه الدوشه دي كلها؟ أنا مستأذن حضرتك. وأنا مش موافقة. طب ممكن أعرف ليه؟ لا مش ممكن. ليه طيب؟ عشان أنت بتستقبل. مش أنس ده برضه اللي أنت ضربته؟ دلوقتي فجأة بقيتوا صحاب خلاص؟ مش سبب يعني. هما ما كانوش يعرفوا إن هما ممكن يكونوا صحاب بعد ما ضربوا بعض. نيال من فضلك بلاش أنت المرة دي، لو سمحتي. بص يا حبيبي، عايز تتفرج على الماتش؟ أوكي. أدخل اتفرج عليه في أوضتك. ما القناة اللي بتجيب الماتش مش عندنا. آه. فالحل بقى إن إحنا نروح بيوت الناس زي الشحاتين، مش كده؟ عشان نتفرج على تلفزيوناتهم. ليه؟ عشان إحنا غلابة، ما عندناش فلوس نجيب القنوات دي، صح؟ تيتا، بعد إذن حضرتك، ممكن أروح؟ لا. ماشي. رايح فين يا ولد؟ مش جعان. وانا كمان مش جعانة. شفتي هالة يا حبة عيني؟ ما حطتش لقمة في بطنها من ساعة اللي حصل. غلبانة. البناية يا عيني مش عايزة تصدق إنها قتلته. الله يكون في عون عيالها، دول لما يكبعوا الناس هتبهدلهم. لا ويه، الناس لسانها ما بيرحمش. ولا التانية اللي ما فتحتش بقاها. الا صحيح، هي كتمت تاني ليه؟ ايه اللي حصل لها؟ يا اختي دي كانت كويسة. أنا ما أعرفش إيه اللي راجعها عاملة كده. إيه اللي حصل يا منى؟ مش عارفة يا دكتور، يمكن من ساعة اللي حصل لهالة هي يومها ما كانتش طبيعية. وأنا ملاحظة كده إن حالتها بتسوء من ساعة ابنها ما ظهر. هو كده مريض الكاتاتونيا، يبقى معزول عن الواقع كأنه في بير غويط مسكين، يحاول يعافر إنه يطلع من البير، يتعرض لأي هزة يقع تاني.
خلاص يبقى هي هتحتاج جلسات كهرباء. حاضر يا دكتور. سليم رد عليا، انا عايزه اقول لك حاجه مهمه. انت فين يا حبيبي؟ انا داخله كوافير ومفيش شبكه جوه، ساعتين ثلاثه بالظبط وهكلمك. ما تتاخرش على الغدا علشان ماما ما تقفش، وما تعديش عليا، انا هروح مع احمد وملك. صباح الخير يا بيبي، انا نزلت الجيم، كلمني بقى لما تصحى. يا بيبي بقى انت لسه زعلان؟ خلاص حقك عليا، والله ما خدتش بالي اني اتاخرت، هصالحك لما اجي. طب انا عندي شويه ذكريات في الاوضه دي، مش كلها حلوه يعني، بس اول مره شلت مامتك كانت في الاوضه دي، يا دوبك كان عندها شهر كده، كانت سهل الامر، عارف زي البيبيات اللي بيطلعوا في الاعلانات. انا خايف عليها قوي. ليه يا حبيبي؟ مش رحت لها؟ طيب قلقان ليه بقى؟ قلقان من المستشفى اللي هي فيها دي، شكلها غريب قوي ويخوف. هما قالوا لك ايه؟ قعدوا يهروا. يعني ايه؟ مش فاهمة. قعدوا يعني يقولوا كلام كتير كده ما فهمتش منه حاجة. ايوه بس انت عارف انها عيانة. ماشي بس شوية زعل ما يعملوش كده. لا لا، الاكتئاب بشوية زعل وخلاص. الاكتئاب يا حبيبي مرض عضوي، يعني الكيمياء اللي في الجسم بتتغير، التغيير ده بيأثر على المخ، تبقى مش عايز تتحرك، متبقاش مبسوط، زعلان طول الوقت، مش عايز تعمل أي حاجة كده يعني. وعارف ممكن توصل للانتحار. ايه؟ يعني الحالات الصعبة، مش مامتك يعني. على كده بقى أي حد عنده اكتئاب بيروح المستشفى دي؟